وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الرابع عشر الخاصة بفئة الأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، مسافة 6 كيلومترات الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وفي جائزة زايد الكبرى لعام 2023 للميلاد. نسير مباشرة لهذه الأسماء وهذه الشعارات التي تتواجد هنا وتبحث عن الفوز والانتصار وعن تسجيل نقطة ذهبية مميزة في هذه الجائزة الكبرى. مباشرة مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط، مع الانطلاق الأول والتحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواجد هنالك مطفية محمد بن علي الحسيني العفاري، من يقدم لنا انطلاقة مطفية على أول التحديات وأول الانطلاقات، بينما المركز الثاني الحضور مع شعار بالرملي من يتقدم مع انطلاقة متعبة، سهيل بالرملي بن محمد العامري من يتابع انطلاقة متعبة. المركز الثالث الوصول والانطلاق مع حكمة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا حكمة اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع أصفهان للسيد سعيد بن سهيل بن حطم العامري من يقدم لنا انطلاقة في أصفهان. المركز الخامس الوصول هنالك مع خامس التحديات الشاهنية، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم لنا الشاهنية وانطلاقتها المميزة أيضا. القادمة مرموقة للسيد سعيد بن عتيق بالأرطي الحميري هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز السادس. المركز السابع علاج للسيد مبارك بن محمد بن مبارك الشامسي من يقدم لنا علاج القادمة في هذه اللحظات بشعارك يا أبو الحرزي، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثامن لنتابع الوصول. مشاهدينا متابعينا الكرام، الشامخة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا انطلاقة الشامخة أيضا الحاضرة بهذا الأداء المميز. أوصلت وتقدمت مشاهدينا متابعينا الكرام الظبي سعود بن عبد العزيز بن سالم المهري من يقدم لنا الظبي، بينما المركز العاشر غنايم خنفور بن معيوف بن سالم الدرعي من يقدم لنا انطلاقة غنايم. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زالت هنالك مطفية محمد بن علي الحسيني العفاري من يقدم لنا مطفية على المركز الأول مع انتصافنا لمسافة 6 كيلومترات. 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 3 كيلومترات مليئة بالتحديات، مليئة بالإثارة والمنافسة. وهنا شعار بالرملي من يتسلل إلى المركز الأول، يتسلل إلى المقدمة مع متعبة. سهيل بالرملي بن محمد العامري من يقدم لنا متعبة على أول التحديات بشعار بالرملي، بينما المركز الثاني أصفهان بالحطم قادمة للسيد سعيد بن سهيل بالحطم العامري من يقدم لنا أصفهان من تحتل المركز الثاني، تحمل الرقم 1 تبحث عن المركز الأول. المركز الثالث الوصول مع مطفية محمد بن علي الحسيني العفاري من يقدم لنا انطلاقة مطفية. المركز الرابع حكمة هي القادمة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا حكمة في هذه اللحظات تحضر على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول والانطلاق والتحديات مع الشاهنية، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم لنا الشاهنية.
الحاضرة في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس بينما سادس التحديات علاج للسيد مبارك بن محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي من يقدم لنا علاج في هذه اللحظات. الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام من بدأت تتقدم في هذه اللحظات الصافية للسيد سعد بن عثمان بن محمد بن أحمد من يقدم لنا انطلاقة الصافية ولكن العودة إلى المقدمة. نعود إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى التحديات الأولى أصفهان. أصفهان مع المركز الأول، أصفهان مع الصدارة تنطلق بشعار سعيد بن سهيل بن حطم العامري من يقدم لنا أصفهان على أول التحديات. المركز الثاني متعبة، المركز الثاني متعبة القادمة وأيضا حكمة، حكمة من تحتل المركز الثاني بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا حكمة. المركز الرابع العمدة بدأ يتقدم الآن مع انطلاقة الصافية، سعد بن عثمان بن محمد بن أحمد العمدة من يقدم لنا انطلاقة الصافية، بدأت تشكل الخطر، بدأت تعلن عن حضورها المميز ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة إلى شعارك يا بن رملي مع متعبة على المركز الأول سهيل بن رملي بن محمد العامري من يقدم لنا متعبة، بينما المركز الثاني أصفهان سعيد بن سهيل بالحطم العامري من يقدم لنا هذه الانطلاقة بقيادة المضمر أسعد بن سنوت من يقدم لنا أصفهان على المركز الثاني. العمدة قادم، مالك الصافية يتقدم في هذه اللحظات، عثمان العمدة من يصل على مستوى المركز الثالث. مشاهدينا متابعين الكرام سعد بن عثمان العمدة ولكن بالحرزي، بالحرزي وامتاره، بالحرزي وانطلاقاته المميزة قادم أيضا في هذه اللحظات مع علاج مبارك بن محمد بن مبارك الشامسي ولكن بالرملي والعصافة الأبطال، بالرملي مع المركز الأول، بالحرزي قادم، سلامي عليك يا بالحرزي، سلامي عليك يا أبو مبارك، من يتقدم مع علاج، علاج، علاج على أول التحديات ولكن القادمة المنطلقة الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي ولكن علاج، علاج بالحرزي المزروعي، المزروعي قادم الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم لنا الشاهنية، الشاهنية الشاهنية في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية وسلام يا الوثبة سلام عامر بن محمد العبيد المزروعي ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة الكبيرة. المركز الثاني علاج مبارك بن محمد بن مبارك الشامسي والمركز الثالث متعبة سهيل بن رملي بن محمد العامري والمركز الرابع شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان وخامس التحديات. المركز الخامس جلمودة راشد بن أحمد بن محمد بن سعيد. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت متريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية عامر بن محمد بن عبيد المزروع. يبقي السلام هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تهانينا والناموس. نتابع هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني 9:07 وتسعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لك المزروعي. المركز الثاني وصلت علاج 9:09 جزءا واحدا من الثانية. تهاني والناموس للسيد مبارك بن محمد بن مبارك الشامسي. المركز الثالث وصلت متعبة 9:09 تسعة أجزاء من الثانية 3 تسعات مع سيد سهيل بن محمد بن رملي بن محمد العامري. تهانينا والناموس.